سريع، هي كانت بتقول هما بيحسوا بينا يحسوا بالعمل الصالح اللي رايح لهم، اه انما الصدقه اللي تصرفاتنا انت بتتصدقيها مش كده؟ بالظبط. وما بتجيش، يعني مفيش حاجه اسمها روح ابويا بتهفهف عليا، روح ابويا بتلف حواليا في المكان، مفيش الكلام ده اصلا. ومن القران، قولي لي هات الدليل. هات الدليل. قال الله عز وجل: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. خلاص خلصت، شفتي بكلمه هي بقت هناك خلصت. ما مش جايه تتمشى عندنا.